مرحبا يا أصدقائي، اليوم راح أقتل اللايك، راح أتسلى لهذا عبيته. اهلا فيكم اعزائنا. هلا بالنسبه لقاعده الفيوتشر، القاعده اكيد نحن بنعرفها زمان، ونحن اخذنا زمان انه دائما بنستخدم الضمير المطلوب، يعني البروناون. بعد البروناون بدنا نضيف له كلمه معروفه جدا اسمها الويل، وبعد الويل بدنا نحط الفعل المناسب. اذا البروناون، بعدين الويل، بعدين الفيرب. والفيرب اللي بدنا نحط هون بده يكون بالبيس فورم. بالبيس فورم يعني الفيرب الاصلي بدون اي زيادات. اوكي، يعني نحكي I will email my friend، مثلا I will study tomorrow. هلا هاي ضمير pronoun، الضمير اوكي الويل اللي حكينا عنها هلا، وبيجي وراها قلنا الفعل الاصلي بدون اي زيادات. اوكي، تومورو هو عباره عن الكي. الكي هو المفتاح اللي انا بستخدم فيه التنس المناسب، ويل لانها بالمستقبل. تمام. هلا قاعدتنا نحن هون بنركز على استخدام الاي ويل، واللي ممكن نختصرها بتصير ايل، بنحط فاصله، بنحط ال ال، هاي نفسها اي ويل. تمام. هلا تركيزنا هون في درسنا هذا انه الايل اي ويل نستخدمها عندما نضع قرارات، يعني عملناها هلا الان في اللحظه نحن اللي بنحكي فيها. يعني خليني احكي لكم كيف تيجي الام تحكي مثلا لبنتها، بتقولها هلا تلفن عمك وهيو جاي عنا زياره مع عائلته. فأنا مباشرة شو بدي أحكي؟ بدي أحكي I am going to tidy up، ولا going to tidy up أو clean my room، ولا بحكي I will tidy up. What do you think؟ منحط هادي ولا منحط هادي؟ هلا الأم إجت حكت لبنتها هلا تلفن عمك وبدهم يجوا عنا زيارة، فشو بدي احكي انا هلا؟ بدي استخدم I'm going to tidy up ولا I will tidy up؟ I'm going. لا، رح نستخدم I will tidy up. اذا لما يكون في قرار، هلا انا سألتك بشغلة مباشرة انت بدك تعملها. اذا شغلة نحن قررناها واحنا بنحكي اثناء الحوار، اوكي؟ اجا رن تليفون بيقول انه فلان رح يجي عنا زيارة، فإذا مباشرة بدون تفكير وبدون تخطيط مني مباشرة بحكي أوكي يلا خليني أروح أنلاقي وأنظف. إذا I will tidy up. إذا هون أعزائنا بنستخدم ال will في decisions made at the moment of speaking، قرارات تتخذ أثناء لحظة الكلام، يعني أثناء وإحنا بنحكي دغري ببالنا بتخطر فكرة، فبنقول I will tidy up، I will go out، I will pick him up، I will sleep، I will go home مثلا، لانه خلص صار في قرار مفاجئ مباشره بحط ويل. شو بنحط؟ ويل. وزي ما شرحنا لكم هذا الاستخدام الصحيح للويل، اي او شي او هي او ات ذي يو اي اي شيء مع الويل، مع الفعل الاصلي بدون اي زيادات. واكيد اون فرايداي، تومورو، نيكست ويك، او مثلا اون ساتردي، اي شيء اشاره بدل على استخدام المستقبل. Thank you.